عادل، الف مبروك للنادي الاهلي. المهم تم تحقيق الهدف من المباراه وهو في الاصل المكسب، والحمد لله اللعيبه طلعت تقريبا معظمها سليمه ما عدا جونيور اجاي. طبعا مبروك مبروك المكسب، ولكن مش الهدف الاساسي هو المكسب. خلينا نتفق ان احنا في اهداف تانية اسمى من هدف النهارده. هو طبعا المكسب مطلوب، ولكن المباراه برضو لا هتخليك مركز اول ولا هتبعدك عن المركز التاني. انا كنت شايف ان المباراه كان ممكن استغلها باستغلال افضل من كده، ان انا اشرك عناصر جديده، وده باين النهارده زي ما الكباتن كلهم قالوا ان في جزء من يعني جزء كبير جدا باين على اللعيبه ان في اجهاد كبير، والاجهاد ده غصب عنهم. خلي بالك يعني في نقطه بعيد بقى عن الماتشات المتتاليه، كان في تشبع الفتره اللي فاتت من انك واخد بطوله افريقيا، لعب كاس عالم انديه، بتلعب ماتشات في ليفل اقل، فده شيء طبيعي مستواك بيقل. ده هي دي الكوره، لما بتطلع من مستوى عالي تنزل طبيعي ان مستواك بيقل، مع توالي المباريات كمان غصب عنك هتاخد منك، فبالتالي لازم النهارده اللي اداك مردود كويس الشوط الاول مين؟ بيكهام. مظبوط، بيكهام مو بيأدي في مكان مش مكان، ولكن اداك ال 100% من اللي انت عايزه، اداك ال 100% بتاعته. ممكن انا في لعيبه ثانيه مش هديك ال 100% بتاعتها، لان هي مش قادره تديك ال 100% بتاعتها. انا شايف مباراه النهارده ومباراه النصر في الكاس انهي اهم؟ ايه الاهم؟ انت النصر عشان بطوله طبعا النصر خلاص، انت في بطوله، انت حسمت جزء منها، انت رايح في حته خلاص. فالبطوله الاهم انك المباراه الجايه، انا شايف المباراه اللي جايه اهم من مباراه النهارده. ايوه تحضر لها انت كده. المباراه اللي جايه ممكن تلعب ناس اول مره تلعب، وارد هتلعب ناس اول مره تلعب، ده اكيد في مباراه انت محتاجها. ايوه فبالتالي ايه المشكله لما كنت ادي النهارده واديله وادي جزء من المباراه الجايه عشان احضر مباراه الزمالك، عشان هتخرج مباراه الزمالك عندك معترك في شهر رمضان، ماتشات كتير جدا ورا بعض، وهتخرج من المعترك ده في ماتشات تانية في افريقيا، فهتلاقي حاجات متتاليه. هقول لك حاجه اللي هيقع منك هياخد 4-5 ماتشات على الاقل. كويس.